مرحبا، أهلا وسهلا فيكم طلاب في الصف الثامن. إن شاء الله رح ناخد مراجعة كتير حلوة ورائعة وقيمة مني لإلكم. أنا الأستاذ حسن العساف، مدرس مادة العلوم على منصة جو أكاديمي، منصة المليون. زي ما تشايفين بالخلف وراي، في موجود اللي هو الغلاف تبع الصف الثامن للفصل الدراسي الثاني، ورح نحكي مباشرة على الوحدة الخامسة اللي بدنا نعمل مراجعة على الشهر الأول، اللي هي جسم الإنسان وصحته. نيجي مباشرة نكمل مع بعض ونيجي على الدرس الأول. نحكي بسم الله، نبدأ اللي هو الضبط والتنظيم. بالبداية دائما نركز على هذا الصندوق الموجود، بعدين نراجع مباشرة اللي هي مراجعة للمواضيع اللي موجودة في هذا الدرس. أهم إشي بالفكرة الرئيسية عشان نقدر نركز مظبوط، اللي هو يتآزر الجهاز العصبي وجهاز الغدد الصم في ضبط وتنظيم عمل أعضاء الجسم. إذا معناته أهم جهازين الموجودين اللي هم الجهاز العصبي وجهاز الغدد الصم، لأنهم ليش؟ لأنهم بيعملوا ضبط وتنظيم لعمل أعضاء الجسم مختلفة على اختلاف أنواع الأجهزة المختلفة اللي موجودة في جسم الإنسان. نتاجات التعلم اللي بتهمني، اللي هو بدي أوضح دور الجهاز العصبي في تنظيم أجهزة أو عمل أجهزة الجسم واتزانه. بدي أصف تركيب المستقبلات الحسية وترابط عملها مع الجهاز العصبي، وبدي أوضح دور الهرمونات. لاحظوا دخلنا في الغدد الصم الآن اللي هي بتحكي عن الهرمونات في تنظيم عمل أجهزة الجسم واستجابته لمؤثرات البيئة، وأخيرا بدي أصف تركيب باقي أجهزة الجسم. عشان هيك بالأساس الجهاز العصبي والجهاز الغدد الصم اللي هم الأساس في تنظيم وعمل وضبط عمل أجهزة الجسم المختلفة ووظائف الأعضاء المختلفة. بعدين رح نحكي عن أجهزة الجسم ووظائفها المختلفة الأخرى. صح جزء أساسي في حياتنا وفي جسمنا، ولكن بالأساس الجهاز العصبي بالإضافة إلى الجهاز الغدد الصم. طبعا لازم نركز على المفاهيم والمصطلحات ونحفظهم. الجهاز العصبي المركزي والطرفي والعصبون وسيلات عصبية ومستقبلات حسية والغدة والهرمونات والعضلات. يلا نيجي مع بعض على الضبط والتنظيم. يتكامل عمل كل من الجهاز العصبي وجهاز الغدد الصم في ضبط عمل أجهزة الجسم المختلفة وتنظيمها، زي ما حكينا قبل شوي بالفكرة الرئيسة. بعدين نيجي على الجهاز العصبي، نحكي عن هذا الجهاز العصبي كوظيفة. أمامكم هون شو وظيفة الجهاز العصبي؟ وظيفته هي عبارة عن يضبط عمل أجهزة الجسم جميعها ويتحكم في وظائف أعضاء في كل منها في حال إجاني سؤال عليها. ليش؟ لأنه أنا بالنسبة إلي الجهاز العصبي هو العقل المدبر اللي موجود في جسم الإنسان زي ما أنتم شايفين أمامكم. هاي شايفين العقل المدبر اللي موجود. نيجي مع بعض، والجهاز العصبي بتكون من جزئين، هدول مهمات ما ننساهم، اللي هم المركزي واللي هم الطرفي. لو اجاني المركزي حكاني شو في في المركزي، بحكي له في عندي الدماغ وفي عندي الحبل الشوكي. ولو اجى سألني عن الطرفي شو موجود فيه، فباجي بحكي عنه في عنده اعصاب، وهي الاعصاب اللي بتنقل المعلومات من الجهاز العصبي المركزي واليه. وهاي أمامكم هذا الشكل بلخص لي هذول الجزئين كاملا لمكونات الجهاز العصبي من حيث الدماغ ووظائفه. الدماغ اللي هو العضو المتحكم في أنشطة الجسم كافة، هاي واحد المسؤول عن إدراك المعلومات ومعالجتها. عشان ليش؟ عشان يقدر يقوم بهاي الوظيفة وإصدار الأوامر للاستجابة لها، هاي تلت. نيجي على الحبل الشوكي. الحبل الشوكي كتعريف هو عبارة عن جزء من الجهاز العصبي المركزي زي ما اتفقنا، وتتفرع منه هاي الأعصاب إلى جميع الأجزاء المختلفة من الجسم عشان يستجيب لهاي المثيرات اللي موجودة خارج الجسم، أو مرات نسميها منبهات ورح نحكي عنهم طبعا بالتفصيل. والأعصاب اللي تعريفها وهو مهم جدا اللي هي تراكيب دقيقة مسؤولة عن نقل الإشارات. حكينا نقل الإشارات، حكينا نقل المعلومات، التنتين صح ما في خلاف عليهم بين اللومين، الجهاز العصبي المركزي والأعضاء المختلفة. معناته الأساس اللي موجود عندي كلهم مهمين، عشان هيك أنا سميته العقل المدبر اللي هو الدماغ أو
بشكل عام اللي هو الجهاز العصبي بدءا من الدماغ ثم الحبل الشوكي والأعصاب. لازم نركز على هاي الأشكال، مهمة جدا، يمكن يجينا شكل لأنه في كتير أشكال موجودة في هاي الوحدة. طيب نيجي نكمل مع بعض. وتعد الخلية العصبية، الخلية العصبية في جواتها إشي بنسميه العصبون. هذا العصبون مهم جدا نعرف عنه، إنه وحدة التركيب الأساسية للجهاز العصبي وتشكل معنا الأنسجة العصبية. إذا معناته لما يصير في عندي اللي هو الخلية العصبية فيها عصبون، بعرف العصبون وحدة أساسية. تخيلوا الجهاز العصبي جميع أجزاء ما فيها عصبون، جواب عندكم شو رح يصير؟ صح؟ فعشان هيك احنا سميناه اللي هي الوحدة التركيب الأساسية للجهاز العصبي، وتشكل معا الأنسجة العصبية زي ما هو موجود عندي في الشكل. خلي الشكل شوي نكمل شرح. وتستقبل بعض العصبونات. إذا هاي العصبونات شو بتستقبل؟ تستقبل مستقبلات حسية. هاي المستقبلات الحسية شو هي؟ عبارة عن، ممكن نحكي عنها منبهات خارجية، وممكن نيجي نحكي مستقبلات حسية ومنبهات خارجية. تمام؟ تنقل هاي المعلومات من وين؟ من المستقبلات الحسية والمنبهات الخارجية بصورة بنسميها سيالات ايش؟ عصبية. هاي السيالات العصبية شو هي؟ هي رسائل، زي كان رسائل مشفرة. هاي الرسائل المشفرة بتحمل معلوماتها، بتنقلها لوين؟ مباشرة باتجاه واحد، من عصبون إلى آخر. وهذا العصبون من وين؟ مربوط اللي هو بالأعصاب، الخلية العصبية، مباشرة مين؟ بالحبل الشوكي، مباشرة بعدين لوين؟ للدماغ. فالدماغ شو بيعمل؟ ليتم إدراكها ومعالجتها في الدماغ، اللي بيصدر أوامره مباشرة، بيجي بيحكي لهم يلا رجعوا هاي الشفرة اللي موجودة، اللي هي الرسائل اللي بتحمل هاي المعلومات إلى الأعضاء المتخصصة في تنفيذها حسب كل عضو ومكانه في جسم الإنسان. شفتوا كيف؟ زي مخطط، زي التسلسل موجود عندي. وهي أمامكم شكل العصبون، ولازم نحفظه ونركز عليه ونعرف كيف مبدأ عمله من خلال عصبون، سيالات عصبية، رسائل تحمل معلومات مباشرة من المستقبلات الحسية بترجع أو منبهات خارجية إلى هاي العصبونات لعصبون آخر باتجاه واحد، ثم تنتقل عبر الحبل الشوكي ثم تذهب إلى الدماغ ليتم معالجتها وإدراكها وعودتها للأعضاء المختلفة لتنفيذ هذه الأوامر من العقل المدبر، الدماغ. أعضاء الحس، أعضاء الحس اللي هم اللسان والأنف، اللسان والأنف والأذن والعين، اللي هي من أعضاء الحس التي تحتوي على المستقبلات إيش؟ المستقبلات الحسية. طب شو تعريف المستقبلات الحسية أستاذ حسن؟ هي عصبونات مسؤولة عن استقبال المنبهات الخارجية وتحويلها إلى سيالات عصبية. نفس الشيء، كل شيء، منبهات لسيالات عصبية، للعصبون، للحبل الشوكي، للدماغ، ويرجع مرة أخرى. وهي المنبهات يمكن تكون كيميائية، نعرف مثلا زي الروائح، أو تكون فيزيائية مثل الصوت. فمهم جدا نحفظهم ونعرفهم منيح ونربط هاي الدروس اللي بناخدها بحياتنا. طيب اللسان، أهم شيء نعرف إنه اللسان فيها مستقبلات حسية. هاي المستقبلات الحسية بنسميها اللي هي عبارة عن براعم التذوق، وهي من المستقبلات الحسية وهي على شكل نتوات. طب شو المبدأ تبعها؟ تستجيب للمواد الكيميائية عن مذاق الأطعمة. مذاق الأطعمة شو هم؟ اللي هي إما مر أو حامض أو حلو أو مالح. تمام؟ طب كيف المبدأ تبعها؟ المبدأ إنها تذوب هذه المواد في اللعاب ليتكون سيال عصبي ينتقل الدماغ لإدراك مذاق الأطعمة. شفتوا كيف؟ إذن هذا عبارة عن مبدأ العمل، وهذا المهم لازم نعرفه، والشكل موجود أمامكم بالأسفل. هي مهم جدا نركز عليه ونفهم. الأنف، الأنف فيها مستقبلات صح؟ اللي هي حسية، ولكن شو بنسميها؟ بنسميها مستقبلات الشم. وين موجودة؟ في أعلى تجويف الأنف. إذن هذا الموقع، الموقع كتير مهم، وتسمى خلايا شمية. شفتوا كيف؟ وكيف تستجيب لهذه الروائح المختلفة؟ هاي المبدأ تبعها. كيف المبدأ تبعها تبع اللي بتشتغل عليه؟ إنها تذوب هذه المواد الكيميائية التي نستنشقها وين؟ في مخاط الأنف، فتصل إلى مستقبلات الشم اللي بترتبط بها لتكون سيال عصبي إلى الدماغ. شفتوا كيف؟ دائما سيالات عصبية اللي هي كتير مهمة جدا جدا عشان أدرك الروائح وأميزها ما بين الرائحة الكريهة وما بين الرائحة الرائعة. صح؟ عشان هيك مباشرة بنميز، وهي أمامكم
اللي هي مستقبلات الشم وموقعها والعصب الشمي. فمهم جدا نيجي نعرف عن اللسان ونعرف عن الأنف. نيجي نكمل الأذن. الأذن بدنا نعرف أهم إشي إنه فيها مستقبلات. هاي المستقبلات بنسميها مستقبلات صوتية. هاي المستقبلات الصوتية اللي هي عبارة عن استقبال لهاي الموجات بتضخمها في أجزاء محددة من الأذن، لأنه في عندي ثلاث أجزاء موجودة في الأذن، وتحديدا في الأذن الداخلية بتحولها لسيلات عصبية، وفي عندي عصب سمعي بنقلها إلى الدماغ لإدراكها وتفسيرها. اللي بهمني هون هذا الشكل، هذا الشكل اللي بحكي لي عن تركيب الأذن وآلية حدوث السمع، اللي هي عبارة عن ثلاث أجزاء للأذن: الأذن الخارجية والأذن الوسطى والأذن الداخلية. اللي بهمني نحفظ هاي الأجزاء جميعها حسب كل أذن موجودة عندي، ونعرف المبدأ لكل واحدة. الأذن الخارجية تجميع الموجات الصوتية ونقلها عبر القناة السمعية لوين؟ إلى طبلة الأذن. الأذن الوسطى اللي بهمني فيها اللي هي العظيمات الثلاث. طب شو بتعمل؟ تضخيم الموجات من خلال العظيمات الثلاث ونقل الأذن الداخلية. والأذن الداخلية شو دورها؟ بتستقبل هاي الموجات من خلال المستقبلات الصوتية اللي موجودة في القوقعة، بنقلها لوين؟ للدماغ. وكأنه ترابط وتسلسل من الأذن الخارجية إلى الأذن الوسطى للأذن الداخلية، وتنتقل عبر الصيوان للقناة السمعية لغشاء الطبلة للعظيمات الثلاث، ثم تنتقل إلى القوقعة، ثم العصب السمعي والسيلات العصبية للدماغ ليتم إدراكها وتمييز الأصوات. شفتوا هذا مهم جدا جدا. كمل العين. العين أكيد بنشوف الأجسام، صح ولا لا؟ ولكن كيف بنشوفها؟ من خلال الضوء الصادر عن الأجسام إلى العين، وتصل لمقدمة العين لمكان شو بنسميه الشبكية، اللي بتحتوي على خلايا متخصصة تسمى المستقبلات الضوئية. شفتوا كيف كل واحد له اسم معين؟ فبتستقبل هذا الضوء وبتحوله سيلات وينتقل إلى العصب البصري، صح؟ لإدراك الصورة. واللي بهمني في هذه العين اللي هي التركيز على الأجزاء المختلفة فيها وحفظها: القزحية شو تعريفها، القرنية، البؤبؤ، والعدسة، والجسم الهدبي، ثم تيجي على اللي هي الشبكية، بعدين العصب البصري وسيلات عصبية، وتنتقل إلى الدماغ عن طريق الحبل الشوكي. فلاحظوا كيف كل هالأجزاء، وهون ببين لقدرة الله سبحانه وتعالى في خلق هذا الكون، فما بالكم كيف الإنسان من معلومات لحدنا عم ناخدها. نيجي نكمل الجلد. طبعا نحن أنتم عارفين الجلد بغطي الجسم كامل، عشان هيك عنده مستقبلات جدا مختلفة من الحسية، إما بيكون حرارة أو ضغط أو إما بيكون ألم. وانتوا شايفين طبعا هاي الصورة مهمة، وبستجيب طبعا للضغط من خلال إما ضغط بسيط أو بيكون ضغط عبارة عن ضغط العالي، فيحس مثلا بحركة حشرة على إيده. فمهم جدا نيجي نعرف عن هذا الجلد من خصائصه ومن ميزاته. نيجي نكمل، رح نحكي عن جهاز غدد الصم. احنا كنا من حكينا وهي من الأجهزة الأساسية زي الجهاز العصبي. الغدد الصم مباشرة محكي غدد، معناته بربطها بمين؟ بغدة. الغدة شو هي؟ هي خلايا متخصصة، معناته لها مكان معين بتفرز هاي المواد الكيميائية وتؤدي هاي الوظائف المعينة في الجسم. ومنها نوعين: إما قنوية، لها قنوات صح، مثل الغدة اللعابية، وغدد لا قنوية. مهم جدا نعرفها، معناته لا ليس لديها قنوات، إنما تصب إفرازاتها في الدم مباشرة مثل الغدة الدرقية. ورح نشوف الشكل الآن. وزي ما أنتم شايفين هون هاي المواد الكيميائية شو بنسميها؟ لما نحكي مواد كيميائية معناته بنحكي عن هرمونات. طب هاي الهرمونات شو هي؟ بنرجع من عيد تعريف الغدة، ولكن بالعكس، هي مواد مسؤولة عن تنظيم وظائف أعضاء الجسم والمحافظة على اتزانه، وتنتقل عبر الدم عبر خلايا محددة إلى مستقبلات خاصة. وهاي الخلايا المحددة اللي بدنا إياها في الجسم شو بنسميها؟ بنسميها خلايا الهدف، وهاي مهمة جدا جدا. وهاي أمامكم الصورة اللي بتيجي بتحكي لي عن بعض الغدد الصم الموجودة في جسم الإنسان على اختلافها. وين موجودة؟ نيجي نحكي عنهم، اللي هم تحت المهاد، عند الغدة النخامية، الدرقية، الكظرية، البنكرياس، والخصية، والمبيض. فهم جدا نحفظهم ونعرف إنه هدول من ضمن جهاز الغدد الصم.
بعدين بيجي بيحكي تكامل الأجهزة. هذا كأنه بيجي بيحكي لي باقي الأجهزة شو دورها، يعني كلهم بتعاونوا مع بعض وكلهم بتآزنوا مع بعض وكلهم بتساعدوا مع بعض، بالرغم من وجود هاي الأجهزة ولكل منها وظيفة محددة، ولكن من قدرة الله سبحانه وتعالى أن هذه الأجهزة ترتبط فيما بعض بين بعض يعني، وتتآزر بحيث أنها تؤدي الوظيفة كاملة. ونحكي عن أجهزة، نبلش الجهاز التنفسي. عارفين الجهاز التنفسي شو أساسه؟ اللي هو تبادل الغازات، ثاني أكسيد الكربون والأكسجين. فبيحكي لي هذا الجهاز اللي موجود عندي اللي هو الجهاز التنفسي بيحتوي على أجزاء عدة، أهمها الأنف، لأن هو اللي بمر فيه اللي فيه الممرات التنفسية، بعدين تنتهي مباشرة بعدة أجزاء مختلفة، وهاي الأجزاء المختلفة كلها لازم نعرفها، اللي هي التجويف الأنفي، حنجرة، قصبة الهوائية، شعبتان هوائيتان، الرئة والشعيبات الهوائية اللي موجود في عندي اللي هي الحويصلات الهوائية. بعدين كيف تم مبدأ العمل؟ لاحظوا كيف بتآزر جهاز الدوران مع جهاز التنفس. شو الدوران؟ لحالكم رح تعرفوا. تتم عملية، هذا عبارة عن المبدأ. مبدأ إيش؟ مبدأ العمل إنه تتبادل الغازات من الدم والحويصلات. ها دخلنا في الدم، ليش بتبادلوا؟ ببدلوا بين بعض من خلال انتشار البسيط. بيحكي له خذ ثاني أكسيد الكربون أعطيني أكسجين، انتشار بسيط ما في أي تعقيد نهائيا. فالجهاز التنفسي بوفر الأكسجين، ينقل إلى خلايا الجسم عبر جهاز الدوران. لما أحكي دوران ما بحكي عنه بس دم، الدم جزء من جهاز الدوران. ليش؟ لأنه جهاز الدوران هو جهاز النقل في جسم الإنسان. ليش؟ لأنه ينقل الغذاء والأكسجين إلى خلايا الجسم ويأخذ ثاني أكسيد الكربون والفضلات. إذن هاي مهمة جدا، كيف ينقل الغذاء والأكسجين من أن ينقلهم إلى خلايا الجسم كاملة عشان يؤدي لنمو هاي الخلايا وتقوم بأنشطتها الحيوية، وبالمقابل يأخذ هاي الفضلات وثاني أكسيد الكربون وبتردها خارج الجسم. معناته لما أحكي جهاز دوران مربوط بالجهاز التنفسي، معناته كمان الدم بيساعد الجهاز التنفسي. طب هذا الدم جزء من الجهاز الدوران. ليش؟ لأنه جهاز الدوران بتكون من القلب والأوعية الدموية اللي هي الشرايين والأوردة والدم. معناته الدم مش بس جهاز دوران، هو جزء من جهاز الدوران. وهاي الأوعية الدموية مهم جدا نعرفها ونحفظها، منها الشرايين ومنها عبارة عن الأوردة. الشرايين تنقل الدم بعيدا عن القلب، والأوردة تنقل الدم من أعضاء الجسم المختلف إلى القلب. لاحظوا كيف كل واحد له ترتيب معين، وتتفرع كله من الشرايين والأوردة إلى شعيرات دموية أصغر زي ما موجود أمامكم في الصورة، وهي بتبين كيف الأوعية الدموية تنتقل في جميع أجزاء هذا الجسم اللي هو جسم الإنسان. لاحظوا كيف قدرة الله سبحانه وتعالى. طبعا هاي بعض من الأجزاء الموجودة في القلب اللي هي الوريد والشريان والأذين والبطين، فمهم جدا نيجي نعرفهم ونطلع الصورة ونشوف ونحاول دائما نفهم شو مكتوب. في عندي جهاز اسمه جهاز الدعامة والحركة. جهاز الدعامة والحركة هو هذا الجهاز اللي هو كثير مهم موجود في جسم الإنسان، بتكون من العظام وأنسجة أخرى أقل صلابة. إذن هو عبارة عن عظام وأنسجة أخرى. الأنسجة أخرى اللي هي موضوع تاني خلوا لي إياها شوي. هذا الجهاز الهيكلي بدعم أجزاء الجسم المختلفة ويحمي أعضاء الداخلية ويؤدي دورا مهمة في إنتاج الخلايا. إذن هاي المهام. إذن شو المهامه؟ يدعم الجهاز الهيكلي أجزاء الجسم، يحمي أعضاء الداخلية، ويؤدي دورا مهما في إنتاج خلايا الدم زي ما أنتم شايفين أمامكم. طبعا هاي الأجزاء لازم نحفظها ونعرف موقعها في حال إجانا سؤال فيه عليه شكل، لأن كل الأشكال مهمة جدا نحفظ أجزائها. وتسمى كل منطقة تتصل فيها عظمات اللي هي عبارة عن إيش؟ عبارة عن المفصل. هذا المفصل مما بيكون ثابت مثل عظام الجمجمة، أو بيكون متحرك مثل مفصل الركبة. فمهم جدا نمثل ونفصل ونميز بيناتهم من خلال المفصل، في عندي ثابت وفي عندي متحرك، وهاي المفصل بيسمح بتحريك الأجزاء الجسم المختلفة حتى يسهل علي الحركة. فلما نيجي نحكي عن الحركة ونعرف هاي الأجزاء كلياتها الموجودة، طب الأنسجة الموجودة شو هي؟ الأنسجة الموجودة اللي هي العضلات. طب شو العضلات؟
العضلات مباشرة. أول ما نحكي عضلات ربط لي إياها مع بروتينات، يعني هي أنسجة متخصصة اتفقنا تتكون من بروتينات عشان تعطيني القوة بشكل رئيس، فتسمح بانقباضها وانبساطها. الانقباض والانبساط اللي هي العمليات التي تقوم فيها اللي هي العضلة، العضلة تقوم بعملية انقباض وانبساط، وهي أنسجة متخصصة بشكل رئيس وتكون من البروتينات. وعندي ثلاث أنواع من هاي العضلات، إما بتكون هيكلية، إما بتكون ملساء، وإما بتكون قلبية، ولكل منها وظيفة محددة رح نتعرف عليهم حسب كل واحدة فيهم. وطبعا هاي العضلات، هاي معلومة مهمة، هاي العضلات من حيث قدرة على التحكم تصنف إلى نوعين مهمين جدا، إما منسميها العضلات الإرادية أو منسميها العضلات اللي بنحكي عنها اللا إرادية. إرادية بمعنى يستطيع الإنسان التحكم بها، اللا إرادية لا يستطيع الإنسان التحكم فيها. لما أجي أحكي عن عضلات إرادية معناته بحكي زي من أحد أنواعها اللي هي العضلة مين؟ الهيكلية. لما أحكي عن ملساء وقلبية فهي عضلات لا هيكلية، وهي عبارة عن خارج نطاق قدرة الإنسان على التحكم بها. فمهم جدا نعرف أنواع العضلات من حيث القدرة على التحكم. وهي أمامكم الصورة، وهي مهمة جدا، شو الفرق بين الملساء والقلبية والهيكلية. لاحظوا الهيكلية كيف بيكون، ترتبط مباشرة بالهيكل العظمي وبتحكم الإنسان فيه من خلال انقباض وانبساط. العضلة القلبية، لاحظوا القلب هو عبارة عضلة وعبارة عن عضو في جهاز الدوران، وتوجد في القلب ويؤدي اللي هي قباضها وانبساطها، وتؤدي لضخ الدم إلى جميع أجزاء الجسم، بالإضافة إلى الملساء اللي هي توجد في أجزاء الجسم الداخلي مثل الأمعاء والأوعية الدموية، ومن خلال الانقباض والانبساط. كله من انقباض وانبساط، ولكن بيختلف من ملساء، بيختلف من قلبية، بيختلف من العضلات الهيكلية. فلازم نعرفهم ونركز على أشكال. ممكن يجينا السؤال شكل إيش النوع تبعه حسب أنواع العضلات. الهضم والإخراج، لاحظوا الهضم والإخراج اللي هو وظيفة الجهاز الهضمي لهضم الطعام، بمعنى تحويله إلى مواد بسيطة. ليش نحوله مواد بسيطة؟ هي لماذا؟ ليش؟ ليمكن امتصاصها عبر أغشية الخلايا مما يسهل الحصول على الطاقة. هي أول نتيجة عشان أحصل على الطاقة. ليش بأكل؟ ليش بهضم الطعام؟ وبناء خلايا جديدة في الجسم، هي رقم 2، وتعويض التالف منها، هي 3، صح؟ معناته صار عندي أكثر من وحدة. وكمان بالإضافة أنه يتكون الجهاز الهضمي من قناة طويلة جدا، يعني قناة طويلة ممكن الناس أو حتى الطلاب بيخربطوا فيها، تبدأ بالفم وتنتهي بفتحة الشرج، وتضم مجموعة من الغدد الملحقة مثل البنكرياس. لاحظوا البنكرياس عبارة عن غدة ملحقة في الجهاز الهضمي، وهو عبارة عن غدة موجودة في جهاز الغدد الصم. معناته يمكن يجينا سؤال عن أعضاء يؤدي أكثر من وظيفة مختلفة. ولاحظوا لما تيجي تؤدي هاي الوظائف كلياتها جهاز الهضمي، فأكيد رح ينتج منه بعض الفضلات، فمنها ثاني أكسيد الكربون اللي هو مرتبط بالجهاز التنفسي. لاحظوا كيف كلهم بتآزروا مع بعض بتخلص من هذا CO2 اللي هو ثاني أكسيد الكربون من خلال الرئتين، واليوريا اللي ممكن يتخلص منها عن طريق الجهاز الإخراج اللي متمثل في الكليتين والجلد. ولاحظوا إذا إنه الكليتين مهمات جدا لعملية تنقية الدم من الفضلات. فهي أمامكم أجزاء الجهاز الهضمي كاملة، لازم نعرف موقعها ومكانها، وبنضاف إلى الجهاز الإخراجي نحفظ مش الأشكال مهي بجسمنا. فإحنا لما نيجي نعرف هاي الشغلات ونعرف هاي الرسمات ونعرف هاي الأشكال ونربطها في جسمنا، بتسهل علينا كتير إنه نحفظها، صح؟ مش بس بدي أحفظ، أنا دائما بركز، أنا كالأستاذ حسن ماشي، الحفظ جزء ولكن الفهم أجزاء، فندير بالنا. وهي مهم جدا نركز عليها في موضوع اللي هو الجهاز الهضمي والجهاز الإخراجي. كمل، نيجي على أجهزة الجسم تعمل معنا، وكأنه بيجي بيحكي لي ملخص إنه كلهم بيأدوا وظائف معينة، كلهم بيرتبطوا مع بعض، وكلهم بتعد كلياتهم مهما اختلفت في أنواعهم ومهما اختلف في أجزائهم ومهما اختلف في تركيبهم، فبيجي بيحكي لي كلياتهم ارتبطوا مع بعض، وفي عندي أكثر من عضو بيأدي أكثر من وظيفة، مثلا زي القلب عضو في جهاز الدوران وعضو في الجهاز العضلي،
ممتاز زي ما حكينا. والبنكرياس عضو في جهاز غدد الصم وغدة ملحقة بالجهاز الهضمي. ومعطينا هون زي تلخيص لكل اللي أخذناه إنه كيف كلهم لما تمارس رياضة كيف العضلات بتتحرك وكيف بصير عندي تنفس وأكسجين وبنقل هذا الأكسجين وسكر لجلوكوز الدم صح لأجزاء الجسم مختلفة بوجود العسيلات العصبية وبيجي من الفم للمعدة والأمعاء الدقيقة والغليظة في الجهاز الهضمي ودورها في هضم الطعام وكيف كلها بتتآزر مع بعض وكيف كل الأجهزة التنفسي والدوران والهضمي والإخراجي والتنفسي كلهم مع بعض كلهم بتآزر مع بعض عشان نأدي وظيفة اللي هي مثلا نلعب رياضة مارس رياضة. فتخيلوا من يوم ما نصحى من النوم نعيد ما ننام لاحظوا كم من نشاط تؤدي هذه الأجهزة الوظائف المختلفة وتتآزر فيما بينها تمام. فهي مهمة جدا نعرفها اللي هي بتحكي لنا عن تلخيص للدرس. بعدين بيجي عند الدرس الثاني المناعة. أهم إشي بيهمني بالمناعة إني أتعرف على هذا الجهاز وإنه هذا الجهاز بيحميني من مسببات الأمراض اللي هي أهم إشي البكتيريا والفيروسات وأي غيرها من الأمراض. وأهم إشي بيهمني إنه أحدد مكونات نظام المناعة في الجسم. بدي أقارن بين مفهوم المناعة الطبيعية والمناعة المكتسب معناته في عندي نوعين للمناعة وبدي أوضح دور هذه المناعة في حماية الجسم من مسببات الأمراض سواء كانت طبيعية وسواء كانت مكتسبة وأشوف شو دخل الإجهاد النفسي والجسمي في نظام المناعة. طبعا النفسية كثير بتلعب دور في هذا الموضوع وبدي أتعرف على المناعة المكتسبة كدورها زي المناعة الطبيعية وبدي أستقصي وأبحث عن أدلة عن عمق تأثير خلال عمل جهاز المناعة في الفرد والمجتمع. واللي بيهمني إنه المفاهيم والمصطلحات نحفظهم مناعة جهاز المناعة مناعة طبيعية مناعة مكتسبة والخلايا الليمفية كلهم مهمات جدا في حال فهمناهم بالبداية. طبعا بيجي بيحكي لي هون إنه شو وظيفة الجهاز اللي هو المناعة اللي هو يحميني من مسببات الأمراض اللي هي أهم مسببات أمراض اللي هي الفيروسات والبكتيريا وغيرها وبقاومها فيما يعنى بجهاز يسمى المناعة. وهذا الجهاز لو إجانا السؤال هو عبارة عن المسؤول عن حماية الجسم. هي إذن هو عبارة عن جهاز مسؤول عن حماية هذا الجسم. مهم جدا نعرف التعريف تبعه. أكيد مناعة معناته هو المسؤول عن جهة حماية هذا الجسم من الأمراض المختلفة ومسبباتها. وأمامكم صورة كيف خط الدفاع اللي موجود عندي هاي لأنه بصد هاي مسببات الأمراض. أنواع المناعة. المناعة اتفقنا أنه هي نوعين صح. نيجي على المناعة الطبيعية. طبعا لاحظوا المناعة الطبيعية والمناعة المكتسبة صح زي ما اتفقنا عليهم بنتاجات التعلم نتعلم عليهم نعرفهم. طب ليش هاي المناعة موجودة؟ عشان تقضي على هاي مسببات الأمراض وتمنع تكاثرها أكيد تحللها. المناعة الطبيعية هي مناعة بيجي بيحكولها إنها هاي المناعة كتعريف مهم جدا ممكن يجينا إنه هي دون أن تستهدف نوعا محدد معناته موجودة وين؟ في جميع أجزاء الجسم وهي بتمنع دخول مسببات مرض بشكل عام وبتعمل لي حواجز. طب هاي الحواجز شو هي؟ اللي هي الجلد. نعرف الجلد اللي هي عبارة عن إما بتكون خلايا ميتة موجودة بتشكل حاجز أو العرق اللي بيعطينا بيئة حمضية فيعمل على قتل هذه المسببات للأمراض ويمنع انتشارها ودخولها للجسم. في عندي إفرازات الجسم. إفرازات الجسم مختلفة ومتنوعة اللي هي ممكن تكون دموع هذا حط لكم دوائر اللعاب المخاط السعال العطاس حمض الهيدروكلوريك. لاحظوا كل هذول عبارة عن إفرازات الدموع واللعاب والمخاط والسعال والعطاس وحمض الهيدروكلوريك الموجود اللي هو HCl في المعدة كلهم بيمنعوا من خلال دخول مسببات الأمراض إلى الجسم في حال إجانا سؤال على إفرازات الجسم. الخلايا الدفاعية اللي هي عبارة عن خلايا الدم البيضاء. أول ما بسمع خلايا دفاعية احفظوها مباشرة باجي تعرف بخلايا الدم البيضاء ومنها نوعين إما بتكون خلايا أكولة أو بتكون خلايا قاتلة. أكولة تبلع البكتيريا
تخلص منها. أكولة بتهجم عليها، وبالذات بتهجم اللي هي القاتلة، بتهجم على الخلايا السرطانية، وتحديدا عشان تقضي عليها الفيروسات. هاي أمامكم صور مبدأ عمل اللي هي خلية أكولة لبكتيريا، كيف يعني ابتلعتها، وكيف نمذجة لخلايا قاتلة تهاجم اللي هي خلية سرطانية. فمهم جدا نعرفهم. المناعة المكتسبة طبيعية، عرفنا كيف بتدافع. طب المكتسبة كيف بتدافع؟ بتدافع إما بتكون أعضاء أو بتكون أنسجة، صح؟ اللي هي كمان خط دفاع، ولكنها تعتبر متخصصة. ليش؟ لأنها تتخصص بإشي معين، إما بتكون أنسجة، إما بتكون أعضاء، وإما بتكون حتى عندي خلايا كمان، هي خلايا دم بيضاء، ولكن فئة ثالثة منها. وهاي المقاومة الناتجة عنها بتحميها طبعا، غير انها بتحتاج وقت اطول من المناعة الطبيعية، لانه بدها شغل، معناته الجسم بيقاوم بشكل كتير كبير، واعتمادا على اشي اسمه الخلايا الليمفية. وهي الخلايا الليمفية هي خلايا دم بيضاء، حكيت عنها، احد انواع الخلايا الدم البيضاء، تنتج في نخاع العظم، شأنها شأن الدم، خلايا الدم الحمراء. هي مش دم حمراء، هي خلايا دم بيضاء. طبعا بتحمينا من اللي هي مسببات الأمراض، ومن أهم الأجزاء الموجودة في المكتسبة اللي هي اللوزتان، العقد الليمفية، الزائدة الدودية، نخاع العظم، النسيج الليمفي، والطحال. فهذول المهمات جدا جدا اللي هم المناعة المكتسبة. لو جاني سؤال أهمية نخاع العظم في جهاز المناعة، اللي هو أهم إشي اللي نحكي عنه اللي هي إنتاج هي نخاع العظم، اللي هي خلايا بيضاء تنتج في نخاع العظم، يعني بتنتج خلايا دم بيضاء تساعدني، واللي هي اسمها الخلايا الليمفية. وهي أمامكم نعرف الأشكال، وحدة كتير فيها أشكال وصور، نركز عليهم ونحفظ مواقعهم. نيجي على الدرس الثالث والأخير اللي موجود عندي، اللي هو التكاثر والنمو، ونعرف إنه أهم إشي فيه عندي جهاز التناسلي، فيه إشي اسمه جهاز تناسلي ذكري والجهاز التناسلي الأنثوي عشان تستمر الحياة والبشرية. وطبعا في عندي دور الهرمونات في التكاثر والنمو، لأنه في عندي هرمون ذكري، في عندي هرمون أنثوي، ونتاجات التعلم. والمهمة جدا الموجودة عندي أني بدي أصف تركيب جهاز التناسل الذكري والأنثوي، مهم جدا نعرف ونميزه، وبدي أشوف كيف الجنين بتكون وكيف بنمو، وبدي أشوف دور الهرمونات اللي موجودة في التكاثر الإنسان، لأنه في عندي هرمون ذكر وهرمون أنثوي، لأنه موجود عندنا ذكر وأنثى. المفاهيم والمصطلحات اللي بتحفظهم اللي هي الجهاز التناسل، الحيوانات المنوية، الإحليل والبيضات والرحم. أهم شيء نعرف إنه الجهاز المسؤول عن التكاثر اللي هو الجهاز التناسلي. لو إجانا سؤال عن تعريفه أو ما هو اسم الجهاز، هو عملية جهاز التناسل، عملية التكاثر الذكري وإيش والأنثوي. نعرف الجهاز التناسلي الذكري، نركز على أجزائه ونحفظهم زي هيك. ليش نحفظهم بهذه الطريقة؟ لأنه في طريقة سهلة جدا لما أجي أحكي عن حيوانات المنوية وكيف تكون موجودة في الجهاز التناسلي الذكري. نيجي نحفظ من الخصية للبربخ، وعاء الناقل للإحليل. اتذكروا خصية للبربخ، وعاء الناقل للإحليل. طب ليش؟ شوفوا ليش. لأن لما بدي أجي أحكي عن الحيوانات المنوية بدي أشوف حركتها كيف بتنتقل، بس قبل ما أتعرف عليها أو أتعرف على طريقة انتقالها بدي أعرف إنه تتكون من رأس، نحفظ أشكاله والقطعة الوسطى والذيل. طب ليش حفظناهم هيك أستاذ؟ بلشنا من تحت لفوق بالشكل، شوفوا كيف. لأنه في عند الخصية الحيوانات المنوية بلشنا منها، شفتوا، بساعدكم في تسهيل الشرح من ناحية أنه نفهمها. وهي تعتبر الحيجاميتات الذكرية، وتوجد الخصيتان في تركيب خارج تجويف البطن يسمى كيس الصفن. وهي الحيوانات المنوية بتحتاج طبعا إلى درجة حرارة أقل من درجة حرارة الجسم الطبيعية اللي هي 37، لازم أقل من 37. فهي معلومة كتير مهمة. وشفتوا كيف من الخصية وتنتقل عند نموها لوين؟ للبربخ، ثم تنضج فيه وبتتخزن فيه، بتصبح قادرة للحركة، فبعدين بتروح للوعاء الناقل ثم إلى الإحليل. عرفتوا ليش حفظناها بهاي الطريقة؟ وهذا الإحليل كتعريف له قناة ناتجة من انتقال الوعاءين الناقلين واتصالهما بالضبط. أكيد في منكم يدرسوا معي بيحكوا معي، اللي هي بالقناة البولية الممتدة من المثانة. لما نيجي نحكي عن الجهاز التناسلي الأنثوي، الجهاز التناسلي الأنثوي بتكون صورة رئيسية من 5 أجزاء، اللي هي منبلش فيهم يلا من المبيض
قناة البيض، الرحم، عنق الرحم والمهبل. ولما نيجي نحكي أهم إشي زي ما وجود عندي جهاز التناسل الحيوانات المنوية، في عندي الجهاز التناسل الأنثوي اللي هي البويضات. ليش؟ لأنه هي بتعطيني اللي عبارة عن الجامتات الأنثوية المناسبة. ليش؟ حتى يصير في عندي اللي هو عملية تلقيح وإخصاب، ويصير في عندي اللي هو جنين. فمهم جدا نعرف ونميز اللي هي أنواعهم لأجزاء الجهاز التناسلي الأنثوي، من المبيض، قناة البيض، الرحم، عنق الرحم والمهبل. فهاي أجزاء مهمة جدا. لاحظوا كيف الأجزاء كليات خلقها رب العالمين في الذكر والأنثى علشان يصير في عنا اللي هو التكاثر والنمو واستمرار الحياة البشرية. تمام، نيجي نكمل. طيب أهم إشي بيجي بيحكي لي إنه البويضات، تمام، زي ما حكينا البويضات تنتج في المبيض، نفس كيف إحنا هناك عملنا في منا مخطط عند الذكري، هون عند الأنثوي كمان هي الجامتات الأنثوية. وهاي البويضات تتحرك عبر قناة البيض تصل إلى مكان يسمى الرحم. وهو الرحم وهو عبارة عن تعريفه، هو عبارة عن عضو. هذا العضو عضلي قابل للتمدد. ليش قابل للتمدد؟ وفي أوعية دموية عشان يسمح له باستقبال هذا الجنين والمحافظة عليه طول مدة الحمل. فمهم جدا نعرف عن اللي هو الرحم. طيب هذا الرحم مدام صار عندي جنين من وراء البويضات، وصار عندي إخصاب وتلقيح، وصار عندي اللي هو بويضة مخصبة، وصار عندي هذا الجنين اللي رح يكون موجود وهو بإرادة الله سبحانه وتعالى. بعد ما تندمج نواتي الحيوان من والبويضة يتكون الزايغوت الذي يمر في سلسلة من القسمات المتساوية. أكيد هذا الإشي أخذناه بالفصل الدراسي الأول إذا بتتذكروا، ليكون الجنين الذي ينمو وتطور. هاي مراحل، وهاي المراحل مهمة جدا جدا نعرفها. هاي المراحل شوفوا بتعطيكم لون مختلف له. يلا في عندي ثلاث مراحل، مرحلة الأشهر الثلاثة الأولى، الأشهر الثلاثة الثانية، الأشهر الثلاثة الأخيرة. تمام، ثلاث مراحل كل واحدة إلها تطورات بلخص لكم إياها. هاي المرحلة يبدأ فيها تكون جسد الجسم جميعها، بيبدأ تكون جسد الجسم وبصير في عندي أصابع وقدمين. ولكن لاحظوا كيف في بداية التكوين، وتكون هاي طبعا مرتبط جدا بصحة الأم سواء التدخين أو الأدوية الطعام. فهاي أشهر الثلاثة الأولى مهمة جدا للأم لأنها بتحدد مصير هذا الجنين بعد إرادة الله سبحانه وتعالى، لأنه مربوط بصحتها. هاي أهم التطورات. الثلاثة الثانية تسمى مرحلة النمو. ممكن جينا السؤال ما هي مرحلة النمو؟ اللي هي مرحلة الأشهر الثلاثة الثانية تتطور فيها أجهزة الجسم. هون يبدأ التكون، هون تتطور، ركزوا معي، تتطور ويصبح الجنين قادرا على الحركة بشكل أكبر. من أمثلة عليها اللي هي يمكن يمص أصبعه، يفتح عينيه، يحرك يديه وقدميه، معناته صار في عنده تطور لهذه الأجهزة. شفتوا؟ ولكن رئة لم تكتمل بعد، لسه مربوط بأمه. مرحلة أشهر الثلاثة الأخيرة اللي هي يبدأ فيها خلص يعني يزداد معدل نمو الجنين ازديادا ملحوظا، وخصوصا نمو الدماغ لديه. أكبر شيء بصير عنده نمو الدماغ عشان يصير يميز إيش؟ عشان يصير يميز الأصوات الخارجية ويستجيب لها. وطبعاً أهم إشي بالنسبة لي زيادة الدهون، هاي معلومة مهمة، زيادة الدهون اللي موجودة، ها أضبط لكم إياها، هاي زيادة اللي هي المعلومة، زيادة الدهون اللي موجودة تحت الجلد بيؤدي للحفاظ على درجة صحة هذا الجنين كحرارة ليحافظ على حياته. لاحظوا كل واحدة منهم إلها أهم تطوراتها. هون بداية أجهزة تكون الجسم، هون مرحلة التطور والنمو، هون نمو الجنين زياد ملحوظ، والأشكال لحالها بتبين لكم وكيف ينقلب هذا الجنين كأنه بيجي بيحكي انتظروني أنا قادم إلى الحياة. شفتوا كيف مباشرة بيجي اللي هو آخر شيء اللي هي عملية الولادة، وينقلب طبعا عشان يخرج من رأس لأنه بيكون أصغر جزء في هذا في جسمه عشان يتم تسهيل عملية الولادة. وهي أمامكم هاي الأشهر الثلاث اللي هي الأشهر اللي هي الثلاثة الأولى والثانية والأخيرة كمدة الحمل اللي هي كاملة، مهمة جدا جدا نعرفها ومتوقع جدا تيجي. وهي فصلنا كل واحدة فيهم شو موجود فيها من تطورات. بتمنى لكم التوفيق، بتمنى لكم النجاح، وبتمنى لكم علامات كاملة وعلامات رائعة جدا وتكونوا مبسوطين. وأتمنى استفدتوا مني أنا الأستاذ حسن العساف في شرح مادة امتحان الشهر الأول على منصتكم منصة جو أكاديمي. بتمنى لكم التوفيق مرة تانية وثالثة، وأتمنى إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هاي المعلومات والمراجعة، وتابعوني على المنصة وأشوفكم على خير.
شاء الله في حصص جديدة متنوعة. استنوني للقاء.